de superviser surtout on joue les adversaires نتاعنا كل نشوفوا فيهم كما يلزم ونشوفوا كل التفاصيل فرديا جماعيا شفنا المقابله ضد المنتخب الجزائري مصر والجزائر شفنا مصر والاردن واقفين على كل صغيره وكل كبيره وان شاء الله يكونوا جاهزين كما يلزم النصف النهائي ان شاء الله طبعا احنا كما قلت انت نوفيل جينيراسيون مازال فيها جوارات جينيراسيون قديمه شويه كما قال سي منذر مثلا ياسين شيخاوي اللي نحب نشكره توا في كان عندي الفرصه تحس البريزونس نتاعو موجوده في ليكيب ناسيونال اما اكيد نحن جعانين تيتر جعانين نغاني لي ماتش اما ليكيب ناسيونال تحسب من الاخر قداش من تيتر ربحت هي ماي سيزون نحن ديما نلقى روحنا في تورنوا كوبا غاب ولا كوب دي مونت ولا كوب دافريك ما اكيد نحن صغار وجعانين ونحبوا ان شاء الله نبداو من توا من الكوبا غاب وجاي الكوب دافريك ان شاء الله في جون في نحبوا اكيد نحبوا نربحوا مش جينيراسيون هذه بركه كما قلت لك جينيراسيون اللي قبلنا حبت تربح كل جينيراسيون تحب تربح تحب تروح بالكوب للعائله للبلاد نحن بلاد مستحقه وان شاء الله ان شاء الله نبداو من كوبا راب هنا في قطر يفالي باش تخرج احسن ما عندك اكبر اقوى نسخه فرديا وجماعيا باش تخرج منها خاطر شفتوا لي سيركونستانس في الماتش المنتخب العماني رجع علينا على مستوى 1-1 بعد شفت ردة فعل نتاع الملاعبيه كانت قويه وقويه جدا هذا يدل اللي كونه فما قوه شخصيه في المنتخب انتصرنا مرينا للنصف النهائي مانتنو ديما نعاود نرجع تركيز كلي على الحاجات اللي لازمنا نعملوهم باش يخلينا نتعدوا الفينال والحاجات اللي مع بعضنا وننتير نعرفوهم ونقولوهم والمنتخب المصري اللي نعرفه كل صغيره وكل كبير عليه في الاخر اللي كانوا اذا حبوا نمشيوا للدور النهائي لازمنا نلعبوا اللعب نتاعنا احنا نحطوا اسلوبنا نحطوا شخصيتنا نحطوا على الحاجات اللي لازمنا نعرفوهم نحطوا لي زاتو نتاعنا وهذا كل التركيز منكب في الفصنصات الجرينتا والجولية عنا الكل مش محمد راجا بركة كل واحد اللي هبط اللي يلعب عون المنتخب كابابل باش يعاون المنتخب جيت باش نعاون والمنتخب حتى المنتخب عاوني انا برشا ما ننساوهاش هذه والميساج ما بين الجوار معناتها نحن توا في الديمي فينال اللي ما فهمش اللي نحن توا وان ستيب تو ستيبس اواي باش نربحوا تيتل باش نروحوا بتيتل لبلادنا ما هذول غلط معنا نجم يروح الميساج السيمبل نكملوها نحن بدينا صعوبات شويه دونك دخلنا توا في لو تورنوا مي مانتنو سي وان ستيب تو ستيبس للفينال للتيتر المسج از ايزي وين اند وين ذا فاينل من الاول التركيز نتاعنا هو كل ما عندنا منطقه وكل نوظفوها باش نركزوا على الطريقه كيفاش المرور والعبور ان شاء الله للنهائي كمرحله الاولانيه تعرف اللي انت المنتخب المصري منتخب عريق منتخب كبير منتخب التونسي نفس الشيء الجزائري نفس الشيء القطري نفس الشيء باش تلعب على جوسيات احنا من صلاحنا اللي كونوا كل صغيره كل كبيره نحطوها لصالحنا ونحذروا كما يلزم واحنا جاهزين ان شاء الله للمعركه هذه نقول المعركه خطر لازمنا ندخلوا لها بادوات كبيره وادوات نتاع برشا روح برشا تضامن اللي كما حطيناها في مقابله عمان وفي مقابله الامارات وفي مقابله زامبيا المنتخب التونسي لاحظوه وقتها المقابلات تكبر شويه وتتحط فيها ضغوطات يخرج كوبي محترمه برشا خاطر المعدن نتاع الملاعبيه كبير المعدن نتاع المخزون نتاع الملاعبيه مهم برشا والحمد لله كل ما طلبنا منهم باش يرفعوا المستوى نتاعهم ويكونوا جاهزين في المواعيد هذم الا وكانوا جاهزين وان شاء الله نكونوا جاهزين كما يلزم للنصف